لك حكاية كتير كتير حلوة. تحكى في قديم الزمان أنه كان هناك قرصان شرير اسمه بشار. أبحر عبر البحار والمحيطات، اغتصب سوريا واستعبد شعبها، قتل الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، وقطع أيديهم وأرجلهم ورؤوسهم بقلم ودم بارد. ساعده أعوانه وشبيحته بكل فرح، وصاروا يصيحون بالروح بالدم: نفديك يا قرصان. انتحرت كل الحيوانات التي شبهوها به لكثرة فساده ووحشيته، والعالم كله ينظر إليه وهو يحرق أرض سوريا وهم لا يتحركون ساكنين. لكن أهل تلك البلاد عقلاء، اتحدوا سنة وعلويين، شيعة ومسيحيين ودروز، لدحره والتخلص من شره. قتله أهل الشهداء وانتقموا منه، أحرقوه ورموا جثته في البحر كي يكون عبرة لجميع القراصنة. وأصبحت سوريا من بعد قتل القرصان الشرير تعيش أياما وليالي الفرح، وتستلذ بطعم النصر كل يوم. توتة خلصت هالحدوتة. عجبتك الحكاية أختي؟ كتير حلوة.